سألنا مشتركين نجوم بلا حدود لو شركة طيران عاملة جايزة سفرية لأفضل مدينة تقضي فيها أجازة في الشتاء، هتختار إيه؟ ودي كانت إجابتهم. أنا الصراحة أكثر بلد بحب أزورها بالشتاء هي تايلاند. كينيا. أكيد بنقي باريس. اختار أي مكان في اسكتلندا. إسطنبول. أنا عشان بكره الشتوية، هونيك الجو دائما حلو صيفي. كمان بالشتاء الجو عندهم بيكون حلو. يلا بحبها كثير. اسكتلندا فيها طبيعة كثير شبه بزاف، فيها جبال بزاف. بحبها وبحب ناسها. رحت قبل مرة لتايلاند بس بحب زورها دائما. لا. لسه ما رحتلهاش. لا، نفسي أروحها. أكثر شيء بحب أعمله بتايلاند هو أقضيها على البحر. تخيل هيك أي شيء، هيك سفاري، بنعمل كامبينج. بحب أروح أمشي لحالي بعد نص الليل. أتجوز عريس إسطنبولي. كل مفهوم. سيبغا يقولوا هلو، بيقولوا ساديكا هلو تير مراتيو ناناني 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 ناناني. أوم بوي أوم بوي.